قناة وصال، دليل وصولك للحقيقة. أنام يوما أراد الحياة، لابد للحق أن ينتصر، ولابد للليل أن ينجلي، ولابد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة، لابد للحق أن ينتصر، ولابد للليل أن ينجلي، ولابد للقيد أن ينكسر، ولابد للقيد أن ينكسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدي الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الشعوب المقهورة في إيران. حلقتنا في هذا المساء تتحدث عن العملاء العرب في إيران، ولكن بعد فقرة الأخبار فإلى العنوان. اشتباكات في الأحواز العاصمة مع شرطة الاحتلال الإيراني. مظاهرات في الأحواز ضد السياسات الإيرانية. وثيقة سرية إيرانية من مكتب حسن روحاني تنص على تحويل مياه كارون. الاحتلال الإيراني يواصل حربه الإلكترونية. وندوة بريطانية لمناقشة البيئة في الأحواز. ندوة في بروكسل حول حقوق الإنسان في إيران. فضيحة اغتصاب أطفال جديدة في إيران. إقالة قائد البسيج عقب تجدد احتجاجات الطلبة الإيرانيين. تجمعات طلابية يوم الثلاثاء الماضي في إيران تندد بقمع النظام. إمام جمعة طهران يحذر من الحراك الطلابي. دارت اشتباكات بين أبناء حي رمضان وقوات الاحتلال الإيراني يوم الجمعة الماضية 9 ديسمبر الجاري في الأحواز العاصمة. وأكدت المصادر بأن الاشتباكات اندلعت بين أبناء قبيلة السواري والشرطة خلال مداهمة قامت بها الأخيرة لبيت أحد أبناء حي رمضان، وأطلقت الشرطة خلال الاشتباكات الرصاص الحي على المواطنين الأحوازيين وتسببت بجرح مواطن أحوازي. وذكرت المصادر عن شهود عيان أن المواطن مرتضى حسن الساري أصيب بثلاثة أعيرة نارية ونقل على إثر ذلك إلى المستشفى، وأن وضعه الصحي ما زال غير مستقر. انطلقت الخميس الماضي 8 ديسمبر الجاري مظاهرات كبيرة في الأحواز العاصمة تنديدا بالوثيقة السرية التي تسربت من مكتب رئيس دولة الاحتلال حسن روحاني. وأكدت مصادر أحوازية بأن المئات من المواطنين الأحوازيين خرجوا صباح يوم الخميس لإعلان رفضهم التام لسياسات المحتل الإيراني والتي تستهدف الأحواز أرضا وشعبا،
كما أنهم ومن خلال هذه المظاهرة أعلنوا غضبهم من سياسة تحريف مجرى الأنهار التي طبقها المحتل الإيراني على أرض الأحواز. ورفع المتظاهرون شعارات منددة بسرقة مياه نهر كارون إلى المحافظات الإيرانية، وكان من بين تلك الشعارات بالروح بالدم نفديك يا كارون، وكذلك أين أصحاب الضمائر من سرقة المياه، وأيضا سنعيد المجد لك يا كارون، وكذلك كارون ينادينا وكلنا كارون، وغيرها من الشعارات الغاضبة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. حاجيتي الحبيب وهو حاجاني، قلت لشديك يا شرف الأمل حزنان، ومثل ناسك صرت مهموم وتعاني، يا خبز وطبق تنورها. تظاهر آلاف المواطنين العرب على شاطئ نهر كارون في مدينة الأحواز بعد ظهر يوم الخميس الماضي احتجاجا على قرار الحكومة الإيرانية بحرث مياه النهر إلى محافظة أصفهان، ما يفاقم الوضع البيئي المتدهور أصلا في إقليم الأحواز الذي يؤمن 90% من النفط الإيراني، بينما يعيش سكانه أوضاعا معيشية وصحية صعبة للغاية بحسب منظمات حقوقية. حضر التظاهر العشرات من ناشط البيئة وشخصيات سياسية على رأسهم جاسم التميمي مندوب الأحواز السابق في البرلمان الإيراني والذي يحظى بشعبية واسعة لدى عرب الإقليم بسبب مواقفه الحازمة ومطالبته بحقوق الشعب العربي الأحوازي، وقد خضع لسنوات للإقامة الجبرية في طهران وتم منعه من النشاط السياسي في الأحواز. رفع المتظاهرون لافتات بثلاث لغات العربية والفارسية والإنجليزية تطالب بوقف نقل مياه نهر كارون وحل مشكلة العواصف الترابية والتلوث البيئي الناتج عن التصحر وحرف مياه الأنهر وتجفيف الأهوار بهدف استخراج النفط. وتظهر الصور لافتات تطالب منظمة الأمم المتحدة بالتدخل وتحمل مسؤولياتها لوقف الكارثة البيئية وانتهاكات حقوق الإنسان في الأحواز. وكانت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية قد نشرت قبل أيام وثيقة سرية مسربة من الحكومة الإيرانية تفيد بأن حكومة حسن روحاني أصدرت قرارا للوزارات المعنية بتنفيذ مشاريع نقل المياه وتخصيص الميزانية اللازمة لها من خلال إكمال مشاريع حفر أنفاق كهرنك 3 وبهشة أباد لغرض حرف مياه نهر كارون من الأحواز إلى أصفهان. وحملت الوثيقة توقيع سكرتير مجلس الوزراء محسن حاج مرزاي، وتضمنت أوامر وتعليمات للوزارات المعنية وهي وزارات الطاقة والزراعة والصناعة والتجارة والمعادن، وأيضا لرئيس البنك المركزي ورئيس منظمة التخطيط والميزانية لتخصيص الميزانية اللازمة لمشاريع نقل مياه كارون. وبحسب المنظمة كل عام يهاجر عشرات الآلاف من سكان القرى والبلدات خاصة الفلاحين من المنطقة، حيث حرمت مئات آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية من مياه الري، كما تصحرت مساحات واسعة منها، كما أن العواصف الترابية والذرات المعلقة بالهواء تسببت بارتفاع نسبة الأمراض التنفسية خاصة لدى الأطفال وكبار السن. وكانت مصادر أحوازية قد ذكرت أن هذه المظاهرة جاءت بعد تسريب وثيقة سرية من مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني تذكر اتفاقا بين عدة وزارات إيرانية، هي وزارة الطاقة والمياه والتي يمثلها حميد جيت جيان، ووزارة الزراعة برئاسة الوزير محمود حجتي، ووزارة الصناعة والمعادن والتجارة برئاسة محمد رضا نعمة زادة، ورئيس دائرة الإدارة والتخطيط والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت، ورئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف. وينص الاتفاق بحسب التسريب على آلية نقل مياه كارون إلى نهر زايندروز في محافظة أصفهان. الجدير بالذكر أن دولة الاحتلال الإيراني لا تعترف بشكل رسمي بتحريف مياه الأنهر، بالرغم من أنها قامت بتشييد العشرات من السدود وعلى الأنهر الأحوازية منذ ذلك الوقت.
قال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري أنه يتم إغلاق ما بين 13 إلى 14 ألف موقع إلكتروني بسبب ارتكاب جرم أو مخالفات قانونية. وأضاف إن الفضاء الإلكتروني أصبح ساحة مفتوحة للحرب من قبل الأعداء ضد الجمهورية الإيرانية حسب قوله، وتابع بقوله إن الهدف من هذا الحرب هو توجيه الإساءة لمعتقداتنا وضرب مجتمعنا ثقافيا. وفي ختام تصريحه أكد منتظري على ضرورة تأسيس شبكة إلكترونية داخلية في مواجهة الحرب الإلكترونية المعلنة ضد إيران. تحت رعاية حزب الخضر البريطاني عقد عدد من النشطاء والصحفيين البريطانيين ومهندسي البيئة بحضور نواب ومندوبين من مؤسسات بريطانية ندوة تحت عنوان الأحواز، إيران أكبر كارثة بيئية في الشرق الأوسط. في البرلمان البريطاني ناقشوا خلال هذا المؤتمر ولأول مرة الأزمة البيئية المتعمدة في الأحواز المحتلة جنوب غربي إيران. وأكد الخبراء في الندوة التي تم عقدها بحضور خبراء في مجال البيئة أن إيران ستنتهي بعد جيل في حال لم تواجه حكومة طهران أي تحديات في أزمة البيئة جنوب البلاد بشكل عام وإقليم الأحواز بشكل خاص، على حد وصف التقرير الذي قدمه القائمون على هذه الندوة. وقدم القائمون على الندوة تقريرا مفصلا حول الكارثة البيئية في إيران بسبب تجفيف الأنهر والأهوار التي قامت وتقوم الحكومة الإيرانية بشكل متعمد منذ عقدين، حيث أصبحت الزراعة مهددة بالانقراض في حين كانت الأحواز قبل الحرب العراقية الإيرانية من أكثر المناطق المنتجة للمحاصيل الزراعية في الشرق الأوسط. شهد البرلمان الأوروبي في بروكسل ندوة يوم الأربعاء حول موجة الإعدامات في إيران وتصعيد القمع السياسي وسياسة الغرب تجاه إيران. دعت الندوة إليها لجنة برلمانية وشخصيات سياسية أوروبية. وألقت مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كلمة في هذه الندوة احتجت فيها على توسيع العلاقات الدبلوماسية والتجارية الأوروبية مع نظام طهران على حساب تزايد الإعدامات والقمع وانتهاكات حقوق الإنسان، حسب بيان صادر عن المجلس. أكدت رجوي أن صمت الاتحاد الأوروبي حيال القمع في إيران بذريعة تقوية المعتدلين قد نتجت عنها زيادة الإعدامات في ولاية حسن روحاني ومزيد من تحديات النظام الإيراني في المنطقة خاصة في سوريا. لم تمر سوى أسابيع على حادثة اغتصاب تلاميذ أطفال على يد قارئ بيت المرشد علي خامنئي، حتى كشف يوم الخميس الماضي الرئيس السابق للجنة الأخلاق في اتحاد كرة القدم الإيراني كشف عن عمليات اغتصاب مورست ضد 10 لاعبين من فريق ناشئي إيران. وقال بيمان أديبي رئيس لجنة الأخلاق في الاتحاد الإيراني لكرة القدم إنه كان قد تلقى شكاوى خلال ولايته في الاتحاد من 10 لاعبين ناشئين يؤكدون أنهم تعرضوا للاغتصاب من قبل رئيس النادي. وأضاف أديبي أن لجنته لم تتمكن من مساعدة الضحايا في معاقبة المجرم بسبب عدم وجود الوسائل القانونية التي تردع مثل هذه الجرائم في بلاده، حسب ما جاء في موقع خبر أونلاين يوم الجمعة الماضية. أقال المرشد الإيراني علي خامنئي اللواء محمد رضا نقدي قائد ميليشيات البسيج، وعين العميد غلام حسين بور بدلا منه، وذلك على خلفية الاحتجاجات الطلابية التي اجتاحت الجامعات الإيرانية الثلاثاء الماضي بمناسبة يوم الطالب في إيران الذي يصادف 6 ديسمبر حسب ما رأى مراقبون.
وأطلق الطلاب الذين تجمعوا في مختلف جامعات البلاد شعارات تندد بقمع النظام لحرية التعبير ووضع القيود على الحراك الطلابي واعتقال وسجن نشطاء الحركة الطلابية في عموم البلاد. وصادفت هذه الاحتجاجات الذكرى 18 لقمع الاحتجاجات الطلابية في العاصمة طهران عام 1998، حيث كان لنقدي دور بارز في البطش بالطلبة مع قادة آخرين من الحرس الثوري، مما أدى إلى إدراج اسمه في قائمة عقوبات مجلس الأمن التي فرضتها الأمم المتحدة على شخصيات إيرانية. شهدت مختلف الجامعات الإيرانية تجمعات يوم الثلاثاء الماضي بمناسبة يوم الطالب في إيران الذي يصادف 6 ديسمبر، وأطلقوا شعارات تندد بقمع النظام لحرية التعبير ووضع القيود على الحراك الطلابي واعتقال وسجن نشطاء الحركة الطلابية في عموم البلاد. وذكرت وكالة إلنا العمالية أن مجموعة من الطلبة تجمعوا في باحة جامعة طهران وأطلقوا شعارات تندد بالتضييق على الحريات، ورفعوا لافتات كتب عليها لا لقمع حرية التعبير بالدبابة ولا للتمييز في الجامعات، وأيها الطالب أيها العامل اتحدوا اتحدوا. وفي جامعة بهشتي هتف الطلاب ضد طاقم هيئة الإذاعة والتلفزيون متهمين إياهم بالعمالة للنظام، وذلك عندما كان يخطب محمد علي نجفي مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام الطلبة، مما اضطر المتحدث لطلب الطاقم للخروج من القاعة بعد تصاعد الهتافات حسب وكالة تسنيم. أما في جامعة شريف الصناعية فألقى نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري كلمة طالب فيها النظام برفع الإقامة الجبرية عن زعماء الحركة الخضراء مهدي كروبي ومير حسن موسوي وزوجته زهراء رهنورت. وطالب أحد الطلاب من مطهري أن يكشف عن الصندوق الأسود للنظام، وسأل عن مجزرة عام 1988 وأسباب استمرار الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينات وموجة الاغتيالات المتسلسلة ضد المثقفين بالتسعينيات والتدخل العسكري الإيراني في دولة سوريا. إلى ذلك حذر إمام جمعة مدينة طهران من تغلغل القوى المعادية لإيران في الجامعات الإيرانية والمؤسسات العلمية والثقافية في البلاد. ونقلت وكالات أنباء إيرانية تصريحا ناريا لإمام جمعة مدينة طهران كاظم صديقي، حذر عبره من تغلغل القوى المعادية في الجامعات والمراكز العلمية والثقافية في إيران، مطالبا الجهات المعنية بالتحرك العاجل والسريع لمواجهة هذا الخطر الداهم. وقال صديقي إن الهتافات التي هزت محيط الجامعات والتي تطالب بإعادة مشروع الإصلاحات مرة ثانية تعتبر هتافات داعية إلى الفوضى والخراب. وأضاف من المؤكد أن ما حدث في الجامعات كان مخططا يقوده أعداء الثورة الذين استطاعوا التغلغل في هذه المؤسسات الحساسة. وصلنا وإياكم مشاهدي الكرام إلى نهاية فقرة الأخبار، ألقاكم بعد فاصل قصير. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام، باسمي وباسمكم أرحب بضيف هذا اللقاء الأستاذ يحيى جابر وهو المسؤول في تحرير صحيفة الحياة. حياكم الله أستاذ يحيى وأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. مشاهدي الكرام، الحديث في هذا المساء سيكون عن عملاء إيران من العرب. سنتطرق إلى بعض الأساليب والوسائل التي تتخذها إيران لتسخير العرب لمشروع النظام الإيراني. أهلا وسهلا بك من جديد أستاذ يحيى. لما نتحدث عن عمالة العرب على وجه الخصوص نجد بأن بعض العرب الذين يعتبرون عملاء النظام الإيراني أصبحوا أكثر الأدوات التي يستفيد منها النظام الإيراني عن غيرهم من القوميات الأخرى. يعني لا نجد يعني من العرب ولا من البلوش ولا من الأكراد ولا من الآذريين أو التركمان، لا نجد من هؤلاء القوميات يعني لديهم عمالة ولا لإيران
كالذي يكون من بعض العرب الموجودين في مثلا في العراق أو في غيرها من بعض الدول العربية؟ صحيح، حديثك صحيح جدا، والدليل قادة عراقيين بارزين مثل العامري والمهندس والخزعلي، يعني تفوقوا حتى على الصفويين الإيرانيين المتشددين في إيران بإجرامهم وأيضا عدائهم للعالم الإسلامي وعدائهم للعرب وعدائهم لدولتهم. نعم. وبل أن هنالك مقاطع يعني تداول الجميع عن عمالتهم أيام الحرب العراقية الإيرانية، يعني تخيل أنهم كانوا يحاربون بلدهم في أيام الحرب العراقية الإيرانية. إذا كنت عربي ولديك وطنية وتحب بلدك، كيف أنك تحمل السلاح ضد بلدك في حرب مع عدو؟ فكانوا هم مستخدمين، يعني هم من العبيد، عبيد طهران، الملالي في طهران، ومستخدمين استخدام تام، استخدام سياسي واستخدام عقدي لتدمير بلدهم. نعم. ويتفاخرون بذلك يا سيد عبد الله. نعم. يعني نشاهد ذلك، يتفاخرون بها. والشعب العراقي أنا متأكد شعب نبيل، ويمقت هؤلاء الأشخاص وهم في فترة زمنية قد يكونوا موجودين، ولكن سنرى المستقبل، سيلفظهم المستقبل وسيتحدث عنهم الأجيال القادمة كما تحدث عن ابن العلقمي. طيب كيف تجد أو كيف تفسر هذا الصمود من عرب الأحواز حينما لم ينقادوا إلى النظام الإيراني بشكل كبير؟ هناك عملاء من الأحوازيين لإيران بلا شك، وفي أي دولة هناك عملاء، لكن لم نجد بأن هناك انقياد من العرب الأحواز للنظام الإيراني كالذي يحصل الآن في أرض العراق. تفسيرك؟ أولا شعورهم ببلدهم، انتماء بلدهم، لأنهم هم لديهم بلد اسمه الأحواز. نعم. قبل 1923. نعم. يعني بريطانيا سلمته لغمة سائقة للصفويين مقابل مشاريع معينة، تعرف المستعمر لديه استراتيجيات وأهداف. نعم. فلديهم الوطنية، ولذلك هم سنة وشيعة ولكنهم متلاحمين قلبا واحدا للوطن. نعم. اللي هو الأحواز بلدهم. نعم. هم لديهم الانتماء للوطن، أيضا لديهم الإحساس بالغبن والقهر، وتخيل قتل آبائهم، قتل أجدادهم بدون رحمة، وأبيدوا، إضافة إلى ثرواتهم نهبت واتجهت إلى الملالي. ولذلك حتى الشعب الإيراني، ترى أستاذ عبد الله، الشعب الإيراني يمكن 80% منه فقير، ومن يحكم السلطة ويمتلك المال وهذا 20% من الساسة ومن المجرمين العتاولة وصناع الإرهاب في العالم، الملالي. ولذلك الأحوازي دائما لديه العزة والأنفة وشجاعة والإقدام، حتى يعني صراحة أنهم سطروا يعني صور تبقى في الذاكرة عندما يشنقون، تجد وجيههم مبتسمة وتجد معنوياتهم مرتفعة، ولذلك هم يفتخرون بوطنهم، يفتخرون ببلدهم الأحواز، ويتوقون للحرية، وعندهم أمل كبير جدا، ولديهم شجاعة والأمل في إعادة وطنهم. يعني التجربة يعني تكون أكثر عند الأحوازيين من العراقيين، لأن العراقيين يعني لم يتذوقوا المرارة من 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 الإيرانيين، ولم يجدوا الغبن، فلذلك تجد يعني أن إيران في وقت وجيز، يعني خلال 10 سنوات تقريبا، كونت ميليشيات، كونت إعلام موالي لإيران بشكل كبير، كونت الصحف، كونت مدارس بشكل سهل داخل العراق. فهل تتصور أن العراقيين يعني في المستقبل يتفطنون لما يعني تخطط له إيران؟ الأحوازيين زي ما وصفت بالضبط. نعم. هم تذوقوا، كانت تدعي الملالي أو الشاه من قبلهم أنه يعني حامل لواء الشيعة وهكذا، حتى لو كان علماني، فكانت السياسة أيام الشاه أيضا التشيع وهكذا. الآن وردت معلومات، ويمكن أنت لديك هذه المعلومات، أن نسبة كبيرة من الشيعة تسنن في الأحواز، يعني بأعداد مهولة ومخيفة، ولذلك
العراق كان شيعة العراق يعتقدون أن هؤلاء حاملين لواء الشيعة وأنهم يعني شعارات تعرف حتى لو كانوا على مذهب خاطئ أو كذا، ولكن شعارات، الشعارات هذه كانت تدغدغ مشاعرهم وكانت تجلب لهم الراحة والسعادة وكذا. عندما أتى الاحتلال الأمريكي وهؤلاء الطائفيين المجرمين صناع الإرهاب في العالم شيعة العراق الذين دربتهم إيران وحاربوا بلدهم، عندما جاءوا على ظهور الدبابات وكانوا يعيدون الشعب العراقي بحياة مزدهرة وبديمقراطية وكذا، تفاجأنا كلنا كمراقبين إعلاميين وكمتابعين وكشعوب بأنها مجرد شعارات وسحق الشعب العراقي. وعلى فكرة الشعب العراقي أغنى شعب في العالم ويمتلك من الثروات ما تمتلك دول الخليج مجتمعة مرتين. أولا لديه نهرين عظيمين وهذه ثروة هائلة مهولة جدا. الأمر الثاني عنده لديه نفط وكنوز من الذهب ونفط كبير جدا ومن النفط المميز جدا. كان يفترض على كل فرد عراقي أن يكون من أغنى أفراد الأفراد على مستوى العالم، ولكن للأسف أنت تشاهد العراقيين الآن ميليشيات مرتزقة تقتل الأطفال إلى درجة أنهم يعني حتى الرحمة والشجاعة في الحروب وشرف الحرب لم يعد موجودة في هذا العراقي الشيعي المنتسب للصفويين في إيران، وصاروا زي ما يقولون أتباع. وبدل ما يكون أنهم كانوا في عهد سابق مثلا أو في عهود سابقة شجعان ويضربهم المثل العراقيين، أصبح الآن يعني صراحة مضرب مثل اسمه الجرام والقطاع الطرق يعني كل السلبيات التي قد تذكر، إلى درجة أنهم يتفخرون بها في مقاطع يسحقون الأطفال بالدبابات ويقتلون الناس ويصلخونهم. هؤلاء العراقيين المجرمين المرتزقة عملاء إيران اللي في العراق، الشعب العراقي خرج، وانت سمعت في مظاهرات سابقة رفض شيعي حتى من العراقيين لإيران وأتباعه. طيب الآن أستاذ يحيى، يعني العميل سواء كان في السعودية، في البحرين، في العراق، في أي بلد من بلدان العربية والبلدان الإسلامية، يعني ماذا يريد من هذه العمالة لإيران؟ يعني هناك يعني أناس يضحون بالغالي والنفيس من أجل تحقيق المشروع الإيراني، تتوقع ما الذي يقودهم إلى هذا الولاء الكبير وإلى الاستباتة في تنفيذ هذه الأجندة في دول العربية ودول الإسلامية بشكل عام؟ أعتقد أن أول نقطة للعمالة عقدية، أمور عقدية، يعني هم مخدوعين بمسألة العقيدة. نعم، لأنه أنت لما تؤمن بعقيدة يعني لا تغنيك مال ولا يغنيك مثلا انتماء الوطن ولا عقيدة، فإذا ذكر في عقيدتك أو آمنت بعقيدة أن ولائك لشخص آخر غير دولتك وغير بلدك الذي يحميك والذي يربيك والذي يبتعثك والذي يدرسك والذي يحميك من أنت طفل وأسرتك وأنت كلنا في هذا الوطن مثلا في البلدان العربية، ومثلا نتكلم عن السعودية، نعم، من وأنت طفل وأنت الحمد لله عايش في أمان الحمد لله، وترعك الدولة وتؤمنك، ثم فجأة تجد أن ولائك لشخص آخر، مثلا ولاء الشخص هذا لشخص آخر، يعني البلد خلية التجسس التي ظهرت قبل، نعم، قبل أيام مثلها، وهذه ظهرت، قد يكون هناك خلايا كثيرة جدا لم تظهر وقد تظهر في المستقبل الله أعلم، لكن هنا يبدأ، هنا تبدأ بالعقيدة، يعني من عقيدة. نعم، هي عقيدة، هي أنا في وجهة نظري كمحلل وكمراقب وكإعلامي أحلل هذا، أنا أرى أنها تبدأ بالعقيدة. طيب هم لأن العقيدة لا معقودة، لا يمكن أن تحلحلها بأي أمور أخرى، لا وطنية ولا علم ولا فكر ولا، يعني المنطلق عقدي من قبل هؤلاء العملاء، لكن الهدف مثلا من الذي يروج مثل هذه العقيدة، ما الهدف؟ صناعة العقيدة منذ تأسيسها وتشابكاتها هي معقدة من الأساس. من صنع العقيدة هذا ماذا كان يريد؟ مثلا لو تكلمنا عن الهالك الخميني، عندما أفتى بالولاية وهكذا ولاية الفقيه، ماذا كان يهدف من وراء؟ سياسيا
أن يحكم ويسيطر سيطرة تامة على عقول هؤلاء الجهلة، حتى لو كان بروفيسور، قد يكون بروفيسور وجاهل، أو مثلا جهل عامين، فيعقدهم بعقيدة معينة، يصير هو بس يصدر الأوامر، وهم وهؤلاء الـ مثلا الـ العملاء ينفذون التوجيهات حسب ما تملى عليهم. قد يحدث في مثلا خرق لهذه القاعدة، ولكن أنا أعتقد أن العقيدة مشكلة كبيرة جدا. طيب. اسمح لي أذكر المشاهدين بأننا نستقبل الاتصالات والمشاركات عبر هواتف البرنامج التي ستظهر أمامكم بعد قليل. المجال مفتوح للمشاركة في هذا الموضوع، وأهلا بالعملاء الذين يعترفون بعمالتهم لإيران سواء كان من الأحواز ومن العراق، أهلا بهم للمشاركة وللحوار وعدم الدخول يعني مثلا في سب أو غير ذلك حتى تكون هناك الاستفادة. ويعني أخص يعني من أراد التواصل غرف الاستخبارات الموجودة في الأحواز وغيرها من المناطق في الأحواز، كما تعودوا أنهم يغيرون أسماءهم، نقول بأن لا يحتاج أن تغير اسمك ولا أن تغير صوتك، ادخل بما لديك ولكن بالكلام الطيب الذي يعني يتعلق بالمهنية والحوار المجدي، لأن أحيانا البعض يدخل بالسباب والشتام، وهذا لا نريده في البرنامج. أعود إليك أستاذ يحيى. إيران هي الآن في منطقة الأحواز قلقة جدا من الصحوة الإسلامية التي حصلت على أرض الأحواز مؤخرا بحمد الله عز وجل، نسأل الله يثبتنا وإياهم. ألا تتوقع أنها ستبذل قصارى جهدها في ضرب الأحوازين بعضهم ببعض؟ لأن في فترة ماضية لما أسقطت الأحواز كانت الطريقة التي استخدمتها إيران اللي هو ضرب القبائل بعضها ببعض، ونجحت في ذلك، بني كعب مع بني طرف مع بني مالك مع بعض القبائل هناك، ضربت بعضهم ببعض ونجحت في قضية تفتيت منطقة الأحواز. ألا تخشى أن يعني يكون هناك يعني عملاء تربيهم إيران من أجل أن يكون هناك لحظة يعني تبيد الصحوة في الأحواز، أو تبيد الأحوازيين عن بكرة أبيهم من خلال المهاترات أو يعني العصبية القبلية قد تكون في ذلك، أو أي شيء من الأشياء التي تريدها إيران من أجل إشغال الأحوازيين بعضهم ببعض؟ هو كل السياسات التي تتخذها إيران في هذه المنطقة بالذات الأحواز تؤكد على قلق بالغ من فترة طويلة مش من الآن، والدليل ما يحدث في الأنهار، مفاعل بوشهر الذي أنشأ في هذه المنطقة، غيره من هذه التصرفات. والأحوازيين أكيد أنهم مع تجارب سابقة لهم في هذه الحرب الاستقلال من الصفويين الملالي، أكيد لابد أن يكون لديهم الكثير من الإلمام والإدراك بهذه المعاني، بل يعني أتوقع أنهم يدركون بالغ التفاصيل في هذا المسألة. وهذا النظام نظام جرامي على مستوى العالم، ترى مو على مستوى إقليمي، النظام الإيراني يعني مصدر الإرهاب في العالم أجمع، هو النظام الإيراني قد لا يكون موجود الآن، أنظمة كثيرة إرهابية موجودة في العالم لكن لا يتفوق أي نظام في العالم على هذا النظام. والدليل ما يعني سببه للشرق الأوسط من مشاكل ضخمة جدا ونشر الفتن والتفاخر بها. الأحوازيين لديهم المناعة، وإذا ثار هذا الشعب لن يقف حتى يستقل، وأكيد أن المخابرات الإيرانية والنظام الإيراني يعمل جاهدا لعمل الكثير جدا من المشاكل للأحوازيين. والعرب مشكلتهم هذه، نحن كلنا العرب مشكلتنا الانقسامات والتفرق والقبائل، ولكن إذا وحدنا الصف هذا ما يقلق إيران.
إذا توحد الصف مثل القمة الخليجية عندما تتوحد الصف أو القمة العربية تتوحد الصف أو مثل الأحواز يوحدون صفوفهم إذا توحد العرب في صف واحد وبراية سليمة ونقية وكذا شاهدنا ماذا عمل المسلمين أيام خلافة عمر بن الخطاب في لحظة بسيطة حتى كسر عشر كسرة والآن حاقدين على هذا الخليفة بسبب هذا الشيء في حاجة بسيطة بس توكلوا على الله سبحانه وتعالى وحدوا صفوفهم وانطلقوا لما يكون الضعف يكون الانقسام نعم كما حصل يعني في الخلافة العباسية نعم لما حصل الانقسام وحصل الركن إلى الدنيا نعم حصل الضعف. اسمح لي معي مجموعة من الاتصالات. معي أبو محمد من بلوشستان. أبو محمد السلام عليكم. عليكم السلام حياك الله. كيف حالك أخ عبد الله؟ أهلا وسهلا. كيف حال الأخ يحيى جابر الدكتور؟ حياك الله أهلا وسهلا. تفضل يا أبو محمد. الله يحفظكم. أحوال دولة عربية سنية بل الاحتلال أصبحهم شيعة ولكن بلوشستان دولة مستقلة كانت إيران احتلها من عام 1928 إلى يومك هذا. العرب لا يطغون بمريم الفارسية كيف يطغون فيهم؟ نعم. البلوش وثقوا بإيران شهر وتم خسروا شعب بلوشستان والأحواز أحواز دولة سنية عربية. نحن شعب البلوشي قلبا وقالبا مع شعب الأحواز ونحارب من أجل استقلالنا. بارك الله فيك. شكرا يا أبو محمد على هذه المداخلة وبإذن الله أن نرى بلوشستان حرة أبية ونرى الأحواز ونرى التركمان وكذلك بلاد الأكراد في إيران حرة مستقلة إسلامية بمشيئة الله عز وجل. عبد الرحمن من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي نتمنى إن شاء الله الاستقلال لإخواننا في الأحواز. الأحواز هذه إحنا ما عرفنا هذا من خلال وصال قبل وصال إحنا لما نعلم هؤلاء نعرفها في المغرب العربي. وشكرا جزيلا. بارك الله فيك يا أخي عبد الرحمن وهذا مما أسعدنا بأن صوت وصال وصل إلى بلدة الجزائر وبإذن الله عز وجل أن عن طريقك عبد الرحمن يكون الصوت أعلى وأقوى من خلال مجتمعك القريب وشكرا لك على هذا الاتصال. محمد من الأحواز. محمد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك والأستاذ يحيى. يا أخ عبد الله أنا أرى بأن الشعب الأهوازي واضح في غرائزه. محمد أنا أود أن أسألك سؤال. محمد الآن لما تحدث الأستاذ يحيى عن قلة العملاء في أرض الأحواز لإيران هل هذا يعني واقع موجود؟ عفوا ما فهمت السؤال ممكن تكرر؟ اقول يعني الاستاذ يحيى ذكر بان ارض الاحواز ليس فيها عملاء كثر لايران كما يحصل على ارض العراق هل هذا صحيح؟ نعم يا اخ عبد الله حول هذا الموضوع يعني الشعب الاهوازي نعم الاستاذ محمد استاذ محمد ان تقول بان هذا صحيح ايش الدلائل اللي تدل على صحه هذا الامر؟ لا أنا ما أقول هذا الصحيح يعني هذا السؤال يجب توضيح عليها يعني ما يصير أنا أجاوب بالله أو نعم لا يعني الشعب أستاذ يعني محمد الشعب الأهواز أستاذ محمد أنا أتمنى المكتب الذي أنت يعني تداوم فيه الآن أو الشفت الذي تقوم عليه يعني تكون واضح معي حتى يعني تقدم شيء ويمكن تروح تنام الليلة يعني بسبب هذا الاتصال الجيد اللي خدم النظام الإيراني لكن أود أن يعني تأتي بالأشياء التي بالفعل دعمت أهل الأحواز بعدم قبولها لعمالة النظام الإيراني يعني كما تقوم بالعمل الآن أنت من خلال هذا الاتصال. لا يا أخي الكريم لا تهينني يعني في الشعب الأهوازي لا يوجد عملاء لإيران لأن الأهوازين هم يرون إيران منهم ويرون الأهواز يا أخي الكريم أنا يعني شوف يا محمد أنت تقول يعني ذكرت في بداية الحديث بأن الأحوازين ليسوا عملاء لإيران ثم بعد ذلك نقضت الكلام. أنا أتوقع بأن لو أنا كنت يعني مدير المركز عندك في الأحواز يعني أعطيتك جزاء 48 ساعة لأنك يعني ما قدمت الاتصال اللي يخدم يعني مثل هذه المراكز عندكم.
غير صحيح الذي تقوله. يا أخي لماذا تتهمني على أشياء ما فعلهن؟ أنا الآن جالس في بيتي جنب أولادي، فيا مركز مخابرات يعني أنت تسأل عن الأهواز وأنا طيب أهوازي. إلا تعطيني واحد من أولادك حتى أعتذر منك. لا أولادي الصغار ما أنا أريد أن أعتذر منك يا شيخ. طيب خلاص سلم على الشباب اللي عندك وقل لمديرك أو ممكن المدير الآن يسمع، لازم تعاقب محمد بعقاب 48 ساعة جزاء على أساس يعني يكون الاتصال يعني مضبوط ومنسق وحتى يعني يخدم النظام الإيراني بشكل جيد. محمد ما يصح أن يتصل بالبرنامج ويرد من مثل هذه الردود. أستاذ يحيى، أبو محمد من بلوشستان يعني متحمس لقضية البلوش وقضية العرب، يعني كيف ترى هذه الحماسة من شخص بلوشي؟ وطبعا عندنا بلوش كثير يسكنون هنا في الخليج، تقريبا 1.5 مليون إلى 2 مليون، والبعض نسي عن قضيته والبعض لا زال متذكر لهذه القضية. بلوشستان صراحة شعب عظيم، ونشاهد أول شيء جبارين، شعب جبار ومتمسك بدينه الصحيح، وسبحان الله يعني بالرغم من شراسة هذا الصفويين في فترات متعاقبة وكذا، إلا أن هذا الشعب ظل صامد، وهو من أشد الشعوب قسوة على هذا النظام، ومن حقه أن يأخذ استقلاله، لأنه شعب له هويته الخاصة، له مذهبه الخاص، له عرقيته الخاصة، فكل شرائع الأرض والقوانين الدولية تسمح له بذلك. أنا أعتقد أن البلوش سيكون لهم كلمة قوية جدا، بل لهم تجارب سابقة جدا مع هذا النظام، ومن حق الشعوب كلها، شعوب المجتمع في إيران، لأن البريطانيين المستعمر جمع مجموعة شعوب وضمهم لهذا الكيان الصفوي، وحتى من ضمنهم الفرس، الفرس جزء كبير منهم أيضا لديهم سنة كثير جدا، ولديهم وجزء كبير منهم مسالم، وهم يعني من الشعوب المحترمة جدا، ولديهم هوية ومن حقهم. ولذلك 9 شعوب من حقها جميعا أن تستقل وأن تتوحد في دول خاصة بهم، لها هويتهم ولهم وضعهم. معي اتصال محمود من كردستان. محمود السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله محمود. يا أخي نحن إيرانيين، لماذا هذا التفرقة؟ ما نريد تفرقة بين الشعوب الإيراني. محمود نحب يا محمود يا محمود، ليش غيرت صوتك يا محمود؟ نعم ليش غيرت صوتك؟ كيف غيرت صوتي؟ ليش غيرت صوتك يا شيخ؟ أنت الآن متصل من الأحواز ولا واتصالك من الأحواز وتقول من كردستان، كيف تقول كلام هذا؟ والله كل ما يعني يدخل عليكم أحد تقولون هذا عميل، فيعني خلي يتصلون عليكم يعني لا لا يا أخي يا أخي، أنت لو تقول من الأحواز ما عندي مشكلة، وإحنا نتكلم يعني بكلام صريح واضح وأمام الناس، يعني ليش تقول من كردستان وليش تغير اسمك؟ يعني كيف تريد أن تقنع الناس والمشاهدين بصحة كلامك وصحة فكرتك؟ يعني ما أدري، أحلف لك أنا من كردستان أو ما زافل حتى تصدق. طيب تفضل تفضل تفضل. باختصار خلينا أتكلم. طيب تفضل تفضل. باختصار. نحن نحب حكومة إيران ولا نسمع إلى هذه يعني هذه الأصوات الفتنوية بين أطياف شعب إيران، يعني كلنا نحب إيران، موالين للسيد الخامنائي حفظه الله، نحن سنة. طيب محمود. نحن سنة. يا محمود أنت ما شاء الله عليك تجيد العربية، كيف عرفت العربية؟ دافعت عن الشعب الكردي. دقيقة محمود، أنت الآن تجيد العربية، كيف عرفت العربية وأنت كردي؟ ومعروف أن الأكراد لهم لغتهم، وإذا عرفوا لغة أخرى يعرفوا اللغة الفارسية، كيف تعلمت العربية؟ يا أخي أنت تعلم أن الشعب الكردي أغلب لغاته عربية، فهذا لا أنت يعني تقول أنت تقول من الأكراد إيران صح ولا لا؟ عادل الجبير عادل الجبير. دقيقة أنت تقول من أكراد إيران، يعني جاوب على السؤال. يا 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 محمود يا محمود، أنت ومحمد وأحمد وأبو محمد، أتمنى يعني تكون اتصالاتكم اتصالات منسقة ومنظمة.
أنا يعني أجهز لكم خلاص يوم الأربعاء القادم أترك لكم المجال تتصلون, بس ضبطوا أموركم وداخلوا بمداخلات واضحة ومنسقة على أساس تقنعون اللي خلف الشاشات. بالطريقة هذه ما يصلح أنكم تتصلون, يعني جالسين تدافعون يعني دفاع مستميت بهذه الطريقة, ما أحد يقتنع. لكن أقنعوا بقناعات وبحجج بأن بالفعل النظام الإيراني له فضل عليكم, وأن هذه الأصوات التي تقال من خلف الشاشات أنها أصوات فتنوية لهذه الأسباب. بهذه الطريقة ممكن تقنعون من خلفكم وممكن تؤدون أعمالكم بطريقة سريعة. أود أن تعلق أستاذ يحيى على اتصال عبد الرحمن من الجزائر, يعني ذكر يعني بأن يعني صوت وصال وصل هناك وأصبحوا يعني يعرفون على الأحواز بعد أن كانت منسية في تلك البلدة. من سنوات قليلة يمكن قنواتين أو ثلاث قنوات محدودة الإمكانيات مثل وصال وصفا مثلا, محدودة الدعم, قد يكون دعمها حتى شبه معدوم. نعم. وما شاء الله تبارك الله وصل صوتها إلى آخر الأرض لأن القيمة في المحتوى, المحتوى قوي جدا ونبض أمة وهكذا. ولذلك الأخ المتصل من الجزائر, والجزائر يعني شرفاء صراحة ومدعاه للفخر في الأمة الإسلامية والعربية, ليس غريب عليهم, فهذا تأكيد على أن الصوت وصل. الأمر الثاني أنا بستغرب, يعني أنت ما شاء الله صرتوا حافظين أسماء الأشخاص, يعني حتى بالنغمة, بنغمة الصوت لدى هذا النظام الإيراني يعني طريقة وأسلوب حتى في البرامج الحوارية مثل البرنامج هذا اللي احنا نسمه, يعني يجند أشخاص معينين. ماذا يعمل العالم العربي والإسلامي, خاصة العربي والخليجي؟ كثير من البرامج يتم تسويق الإيرانيين فيها في برامج مشهورة ومهمة جدا لتسويق الفكر الإيراني السياسي ولا المذهبي ولا الطائفي بطرق أو أخرى, ولا يوجد من يقاومهم حتى بالرأي, فيعتقد الجميع بأن هذا الرأي رأي سائد ومنتظم. هؤلاء ستة أشخاص أو سبعة أشخاص أعطوهم تكليف معين بالاتصال على هذه القنوات وتشويه على لكي يكون عند المتابع ردة فعل بأن هنالك تجني على هذا البلد. قد أكون أنا أسأت الظن, يعني زي ما يقول أنه يتصل من بيته وبين عياله, يعني أنت من خلال كلامه وحديثه يعني كيف تفسر؟ يعني أنا يعني كمتابع أجد أن في الأمر ريب, يعني يبدو أن هناك فعلا أجهزة استخبارات تجند أشخاص للتواصل. طيب. والدليل أنه يعني أصبحتوا تحفظون حتى نغمة الصوت للشخص المتلقي. كيف تعلق على هذه الخدمة التي يقدمها مثل هؤلاء؟ قد يكون البعض يقدمها يعني صدقا للنظام الإيراني من أجل النظام الإيراني, قد بعضهم يعني مخدوع, يعني البعض قد يقدم مثل هذه الخدمات, قد يكون مثلا محمد أو محمود أو غيرهم اللي اتصلوا مخدوعين, يعني يعتقدون بالفعل أنهم يعني أن النظام الإيراني هو النظام الأصلح لهم, وأن النظام الإيراني هو أفضل نظام لديهم, وأن المعتقد الذي يحمله المعتقد الإسلامي الصحيح. يعني ما هي النصيحة وهو التوجيه الذي يوجه الأستاذ يحيى لمثل هؤلاء الذين يعملون لخدمة هذا النظام؟ أولا أنا أعتقد أن أي حر شريف ينتسب الأرض, مثلا الأكراد لديهم يعني شبه ثورة الآن تحدث في إيران, والأحوازيين نفس الشيء, يعني عندهم أو لديهم شبه الثورة. فهل يعني هل تتوقع من هذه الشعوب التواقل الحرية أنه بيظهر شخص مثلا يدافع عن مجرم يقتل عمه ويقتل أخاه ويقتل طفله وكذا؟ إضافة إلى أن الشعب الإيراني شعب فقير جدا, لا يوجد لديه الإمكانية كي يتواصل مع برامج أو يتواصل مع حوارات أو كذا. يمكن جل همه بأنه يأمن رغيد عيشة وكذا, لأن الشعب اسمه الملالي في إيران سلبوا ثروة الشعب الإيراني كاملة وثروة الشعب العراقي وجندوها للفتن والمشاكل في الدول العربية والإسلامية, وفي موجة خطيرة جدا قادمة على العالم الإسلامي والعربي الإسلامي أول شيء, لأنه أنت تعرف بعض المنظمات الإسلامية بداعي 11 سبتمبر والإرهاب وكذا كفأوا أعمالهم بالرغم أنهم وسطيين ومتميزين وكذا, وحلوا مكانهم هؤلاء الإيرانيين والشيعة, فلديهم مشروع ضخم جدا أخذ ثروة الشعب العراقي والإيراني والشعوب الأخرى والآن السوري, ويجندون لهذه المشاريع الفتنوية والمشاكل الكبيرة جدا. أشكرك أستاذ يحيى على أن تحت لنا من وقتك,
للحديث في هذا البرنامج. شكرا لكم. الشكر لكم وأنا أتشرف بالظهور في هذا البرنامج وشاكر ومقدر لكم. بارك الله فيك وشكرا لكم مشاهدي الكرام على أن أتحتم لنا من أوقاتكم لمتابعة هذه الحلقة. ألقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة الأربعاء. تقبلوا تحياتي، أستودعكم الله. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر.